بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد خلق الله أجمعين. لو عايز تعرف كل شيء عن السريالية، اللوحات السريالية الخيالية، تابع هذا الفيديو لآخره. ما هي السريالية؟ السريالية حرفيا هي فوق الواقع، أو تعني الواقعية الفائقة، إلهاما من الأحلام وعمل العقل الباطن وتحرير النفس والاستفادة من إبداعاتها الخفية واستخدام خداع العين في تصوير الوجوه البصرية المصنوعة من الفاكهة أو الزهور أو الحشرات أو الأسماك، أو تحويل حيوانات الحظائر والأغراض المنزلية لوحوش فرعية، أو تقليد رسم التشكيل الصخري الغريب عند سلفادور دالي. ورأينا أشهر لوحات السريالية، وهذه لوحة الحالة الإنسانية للفنان رينيه مارغريت، وهذه لوحة ماما بابا مصاب للفنان إيفي تانجوي، وهذه بعض أعمال هذه اللوحات للفنان إيف تانجوي، وهي لوحات مستمدة من صخور، من أحجار، من تركيبات، ومن اللوحات السريالية المشهورة موضوع شيق في الفن التشكيلي. تابع الفيديو لآخره وانظر إلى تلك التكوينات، اللوحات الزهرة المربوطة بالحبال، أو استخدام السلم الموسيقي والآلات الموسيقية في اللوحات، وهذه الآلات الموسيقية وهذا راكب دراجة في هيئة ملاك أحمر. من أشهر لوحات الفن السريالي الفيل ذو الخرطوم ذو الآلات النحاسية، والسلم في لوحات الفنانين السرياليين له شأن خاص، والكتاب كذلك، والسحاب والأمواج. وفي هذه اللوحة انظر إلى الكتاب، وفي هذه اللوحة انظر إلى هذا التكوين، الأشجار وجذوع الأشجار كأنها سلالم، وتركيبات وتكوينات من الأحجار تعلوها أشجار يعلوها كوخ. وهذا هو موضع الساعة في لوحات الفنانين السرياليين، وخاصة سلفادور دالي في لوحة إصرار الذاكرة، وتكوينات الأشكال ذات الأرجل الطويلة جدا فالكرسي أو الحيوانات، وهذه تركيبات خيالية، سحاب وأشجار، وهذا الطفل الذي يمد يده من خلال الأمواج، وهذا الشيء وهذه اللوحة معقول أو مش معقول؟ طبعا مش معقول، لأنه فن لا معقول. وهذا في تكوين الفنانين السرياليين يعبر عن الإنسان كأنه شجرة. إذا أعجبك الفيديو
الاشتراك بالقناة وعمل لايك وشير ليصل الفيديو إلى أبعد مدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.